حضرتك في عرف سائد عند أهالي القاهرة بالذات إن السيدات والرجال بيتبعوا الجنائز، يعني السيدات بتتبع الجنازة مع الرجال، فما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا شيء مكروه. مكروه فقط ليس بحرام؟ أي مكروه ليس بحرام. لحديث أم عطية رضي الله عنها في البخاري وغيره، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لو أنا بقدم واجب عزاء والعرف إن الكل يخرج للجنازة يجوز إن أنا أقول لا تتبع الجنازة، لأن أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز، لكن قالت من غير أن يعزم علينا، يعني من غير التجديد الشديد في النهي، فلا تتبع الجنائز، وبالحسنى تناهي مع النساء عن اتباع الجنائز. لا، هو مجرد مجاملة للأهالي للميت. والله الذي عندي قلته، ليس عندي مزيد. الله يحفظك. جزاك الله. سبحان الله.